أهلا بكم مشاهدينا الكرام، التحية لسريرة مكي مصممة علم السودان والذي نسجته ورسمته بكل الحب والعطاء في هذا أو لهذا الوطن الجميل. أعود وأرحب أيضا مرة أخرى بضيفية داخل الاستوديو، عمنا التجاني أستاذنا التجاني. يعني بالتأكيد الحركة الفنية قادت في يوم من الأيام هذا الحراك وهذا التجمع وهذا الحب لنصل إلى ما سمي بمؤتمر الخريجين، فقد كان فيه الكثير من الناس اللي كان عندهم بصمات واضحة أثرت في أن يكون هذا المؤتمر ومؤتمر الخريجين فاتحة لأدوار كبيرة جدا قام بها الرعيل الأول لنيل الاستقلال. كلمنا عن الفترة ديكو وكيف كانت هي يعني محفزة وباعثة للأمل في نفوس ذلك الجيل حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. نعم، هذا محور جميل والتاريخ ما بعيد، يعني لما الناس تيجي تتكلم عن العشرينيات ودي تقريبا البدايات للحركة الوطنية والتي قادها خريجو كلية غردوم التذكارية والتي أراد المستعمر أن يفرخ منها موظفين وإداريين ونحو ذلك، لكن هؤلاء الرعيل الأول قافلة المناضلين الشرفاء لم يغب حب الوطن عن ذهنهم ولم تغب معلومة إنهم مستعمرين من قبل بريطانيا العظمى، برغم المخابرات وقتها كانت بالمرصاد لأي شرارة أو لأي تعبئة للإنسان السوداني تحرضه على الاستغلال أو تحرضه على الانعتاق من رق الاستعمار. فالحركة ظهرت في مدني بقوة، وهذه مناسبة نحن نحيي فيها أسرة الراحل المقيم أول وزير خارجية القانوني محمد خير وتأسيسه لنادي الخريجين، واللي بعدها طوالي جاء نادي الخريجين بأم درمان وجاء زعماء الحركة الوطنية، و من ضمن المعينات اللي كانت قوية جدا إنه أهل الإبداع كانوا في مقدمة الرقب، ونذكر بالخير كله عطاء المناضل الكبير خليل أفندي فرح، ومن منا لا ينشد عز في هواك عز نحن النضال، ومن منا لم ينشد نحن ونحن الشرف البازخ ده بالكر شباب النيل، ومن منا لم ينشد يا غريب بلدك أمشي لي بلد أمشي لي بلدك معاك ولدك. وهذا العطبراوي يرحمه الله صدح محرضا أهل السودان بالوطن أنا سوداني أنا وكل تلك الأغنيات التي يعني نال فيها ما نال من عنات ومن حبس في السجون والحراسات. لكن نقول وعبيد حاج الأمين ومجموعة الراحلين العظماء ديل كانوا عبؤوا الوطن كله وأجعلوا الحماس وأقاموا الليالي السياسية ووظفوا الإبداع في تعبئة الناس بقيمة المواطن وقيمة الوطن وقيمة الحرية وقيمة السلام. تمام، أنتقل لك يا دكتور عثمان البشير الكباشي، ويمكن حديث برضو في مواصلة عن دور الثقافة ودور الحركة الوطنية والأدبية في إذكاء روح الحب الوطن وحب إنه الناس كانت تطلع من سيطرة المستعمر وكيف أنها انتفضت بعد ذلك في أو قبل ذلك في الثورات التي توالت. الصحافة برضو كان عندها دور، صحيفة الفجر
وإسماعيل العتباني وقدماء الصحفيين والكتاب والأدباء الذين تجمعوا في مؤتمر الخريجين، كان دورهم برضو يعني مؤيد ومؤكد للخروج من سيطرة المستعمر. كيف لنا أن نستلهم ذلك الزمن ونحاول أن نعيد بشيء من التجديد وبشيء من حب الوطن في هذا الزمان؟ كيف نستلهم تلك الدروس والعبر؟ صحيح أنه الحركة الوطنية السودانية أول ما بدأت حركة أدبية. للأسف كثير من الناس اللي بيفسروا هذه البداية بيعتبروها فقط لأغراض التخفي من الاستعمار والتحايل عليه. صحيح هذا ربما أنه الحركة ما كان مسموح بحركة سياسية مباشرة، ولكن أعتقد بأنه البداية من خلال التجمعات الأدبية والصالونات الأدبية والجمعيات الأدبية والنشاط الصحفي الأدبي الذي يعبر عن نفسه من خلال مقال ومن خلال قصيدة ومن خلال يعني أشكال التعبير الأدبي المختلفة ومن خلال الأشعار المختلفة. هذا دليل على أنه قضية الفكر كانت قضية حاضرة، قضية الثقافة والتكوين الفكري في الموقف في مواجهة الاستعمار كانت حاضرة. والأمر الآخر المرتبط بالحركة الأدبية كنواة للحركة الوطنية، كنواة للحركة السياسية، أن حتى الأحزاب حينما تطورت في بادئة الأمر من تكوينات كانت أكبر أدبية. بالتكوينات الأدبية. ولعل هذا فيه دلالة مهمة أننا كمجتمع إذا أردنا فعلا أن نستأنف، أنا لست ميالا إلى أن نركز الحديث في ذكرى الاستقلال على مجرد اجترار الأحداث ويعني النضال الذي تم والشخصيات التي قدمت، وهذا كله جميل من باب الوفاء ومن باب حفظ الجميل يعني لهؤلاء، ولكن المهم أن نأخذ العبر من هذه التجربة كلها، تجربة قبل الحركة قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال. فالآن نتكلم عن 63 عام، نحن زدنا من نصف قرن بربع أو بنصف ربع القرن القادم يعني، أو بربع القرن نصف القرن القادم. صحيح. فنحن نمضي إلى سنوات عقود تجاوزت الست عقود. هذه مسألة جديرة بالاعتبار فعلا التكوين الأدبي للحركة الوطنية. ثم أمر آخر عنده دلالة أنا أفتكر كبيرة جدا، إنه مؤتمر الخريجين حينما بدأ بالتعليم أيضا وبدأ. صحيح. بالمدارس الأهلية يعني. صحيح. أول مقاومة حقيقية للاستعمار كانت إذا أردت أن تقاوم الاستعمار فعلم الناس ونشر المدارس وأنشر المدرسة وأفتح التعليم للناس ووسع فرص التعليم للناس. أيوة. لأن الأوطان لا تبنى بالقصيدة فقط ولا بالشعر، على أهمية وقيمة وعظمة القصيدة والشعر وعلى الهتاف والشعارات، هذه مهمة في إذكاء الوجدان. أيوة. الوطني في. صحيح. إذكاء النضال. ولكن مع ذلك من شروط بناء أي وطن أن يقوم على قاعدة من العلم، وأنا أعتقد بأنه دي موضوع محتاج لوقفة كبيرة جدا. صحيح. كيف أن أول مداميك الحركة الوطنية السودانية كانت هي المدارس، يمكن المدارس العلمية كان ذلك الوقت يوازي الأزهر الشريف، وربما حدثت يعني. نعم. تواصل بين المعهد العلمي. نعم. في مدربان والأزهر الشريف، وهذا مهم لأنه مثل ما أشار الأستاذ زميلي الأخ الحبيب، أنا لا أريد أن أسميه العم ولكن هو حقيقة أستاذ للجميع يعني أستاذ تيان حاج موسى، بأنه فعلا الحركة الأدبية كانت والشعر كان حاضر والأدب كان حاضر والنفس المعرفة والثقافة، لكن كأنه الآباء المؤسسين أرادوا أن يجعلوا من قضية التعليم مدخل للتحرر الوطني، مدخل للنضال الوطني. فأنت حينما تبني جيل من المتعلمين بمقابل ما ذكره الأستاذ في أنه كلية قردون التذكارية أصلاً الإنجليز صمموها عشان تطلع لهم فندية. أيوة. لأغراض محددة جداً. بالضبط. مش مصممة لأغراض التطور للبلد كله، لكن هم عايزين كتبة وعايزين محاسبين وعايزين مدرسين في حدود دنيا جداً لا تتجاوزها. ولذلك أعتقد بأنه البدايات الأولى للحركة الوطنية تلهم الآن المستقبل في أنه لابد أن نعود لذات البدايات، للأمور التي يمكن أن تؤسس الوطن، للتعليم الجيد، للانصهار الجيد. وهذه أيضا يعني الناس يتكلموا عن مؤتمر الخريجين صحيح، لكن حقيقة حركة التحرر الوطني هي دائما سيرورة، بمعنى. نعم. إنها مرت يعني بمراحل متعددة يعني من 1908 أو حقيقة من كرري. أيوة. من كرري حينما عاد الشاعر والسعد ورأى مسجد الخليفة قد دمر تماما في كرري بعد كرري. أيوة. ورأى أن الأذان قد انقطع صوته، قال قصيدته الشهيرة السادة الخيرة، فاتوني وبقيت في حيرة
دبل صيام ودبل صيام وصلاة إمام. يعني أنا أعتقد بأنه هذه الأبيات الأولى للشاعر والسعد المادح المشهور يعني والأنصاري المعتق كانت هي النعي صحيح للثورة المهدية وللمسجد الذي دمر وللقبة التي قذفت وللدماء التي سالت وللثورة التي انتهت ووئدت تماما. ولكن بدايات ثم طبعا جاءت حركة عبد القادر الحبوب وجاءت حركة مهمة جدا هي حركة اللواء الأبيض التي أيضا جسدت التفاعل وتحالف الأدباء والشعراء والمثقفين من أبناء السودان جميعا. يعني لأنه عبيد حاج أمين اللي كان هو المفكر والمنظر مع عبد اللطيف الماز ومع علي عبد اللطيف وهذا أيضا كان لوحة شكلت كل السودانيين. لو رجعت الخلفيات الاجتماعية بتلقاهم دي الناس جايين من جنوب السودان ومن جبال النوبة مع أولاد الشمال وأولاد درمان شكلوا هذه الفصائل المتقدمة. صحيح وئدت وضربت حركة 24 مثل ما ضرب طلاب الكلية الحربية وطلاب يعني كلية قردون ومثل ما ضربت حركة وتحبوبة لكن هذه ألهمت المراحل التالية. جميل كلام جميل وفي حضرة الوطن والسودان نحن حنمشي نسمع هذا النشيد الوطني أفتخر بجيشك يا وطن من إنتاج شركة الأندلس ثم نعود ونواصل حديثنا حول هذه الذكرى 63 لاستقلال السودان الذي كان في الواحد أو الأول من يناير عام 1956 نتابع ثم نعود.